مساء الخير. طقس ربيع معتدل عم بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، رح يتحول الى متقلب وماطر مع تداني بدرجات الحراره اعتبارا من ليله. اذا جو غائم جزئيا مع امطار رعديه متفرقه صباحا، ودرجات الحراره رح تتسجل على الشكل التالي. نبدا من الشمال، وعكار عم بتسجل 21 درجه، طرابلس 24، العاصمه بيروت 23، وسور ايضا 23 درجه. ننتقل الى بعلبك اللي عم تسجل 24، اللقلوق 13، زحله 23، وجزين 22 درجه. نسبه رطوبه ساحلا عم تكون مرتفعه وبتوصل ل 80%، الريح السطحيه جنوبيه غربيه ناشطه بتتراوح سرعتها بين ال 40 وبتوصل لل 70 كيلومتر بالساعه، اما حال البحر فمائج. اذا شو هي الاجواء اللي بانتظارنا للايام القادمه؟ للتنين جونا غائم جزئيا دون تعديل، يسكر بدرجات الحراره مع ضباب على المرتفعات، بتتساقط امطار متفرقه خلال الفتره الصباحيه، بيتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ودرجات الحراره بتسجل ساحلا اقصاها 23 درجه. للثلاثة الأربعة والخميس بتحسن طقسنا وبيكون جونا ربيع معتدل مع درجات حرارة مرتفعة تدريجيا لل 24 درجة وال 25 درجة لنهار الأربعة وال 27 درجة لنهار الخميس. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لاقوني بكرة بذات الوقت وبنشرة جديدة. تصبحوا على خير.